ان احنا بنحضر وكل دول العالم كل فترات دورية لمراجعة توصيات كل إنسان اللي بيكون مطالبة كل دولة بأنها تنفذها أو تقبلها. آخر مرة حصل في هذا الاجتماع كان سنة 2010، كان في توصيات عديدة مطلوب من مصر أنها تعملها. مصر الحقيقة قبلت مجموعة كبيرة من هذه التوصيات، وبعض الآخر اعترضت عليه، والبعض الآخر يعني كان لها تحفظات بشأنه. المفروض ان احنا هنروح بإذن الله سنة 2014 عشان نناقش ما تم في الفترة الماضية. الحقيقة طبعا انتوا عارفين ان مصر بعد 2010 مرت بثورتين، كان المفروض ان الثورتين دول يؤدوا الى عرقلة تنفيذ التوصيات و يعوقوا مصر من انها تؤدي المطالب المفروضة منها. لكن الحقيقة الثورتين دول كانوا بمثابة دافع لمصر على انها تخطو خطوات في تنفيذ مطالب حقوق الانسان بما يزيد عن المطالب والتوصيات اللي كانت مطلوبة منها. الدستور المصري حقق لمصر حقوق للإنسان تفوق ما كانت مصر مطالبة به من خلال التوصيات المطلوبة منها. وعلى هذا احنا هنروح بإذن الله نحضر هذا المؤتمر اللي هيكون في شهر نوفمبر، والجلسة المخصصة لمصر هتكون يوم 5 نوفمبر. هتسبقها جلسات مع بعض الوفود، وزي ما قلت لحضراتكم ده بيتم دوريا بالنسبة لكل دول العالم. يعني كان موجود قريب لسه في إيطاليا وغيرها من الدول، كلها بيجي عليها الدور انها تعرض ما تم بشأن تنفيذ توصيات حقوق الإنسان. أنا هكون بإذن الله على ممثل مصر في هذا المؤتمر، وهيكون معايا ناس زملاء من كافة أطياف المجتمع المصري الرسمية زي وزارة الخارجية، وزارة العدل، النيابة العامة، منظمات تمثل حقوق المرأة المصرية. كل دول هيكونوا موجودين معايا بإذن الله عشان نرد على التوصيات اللي مصر قبلتها واللي ما قبلتوش ليه. ونأمل بإذن الله أن ربنا يوفقنا ونؤدي بما يليق بمصر وبثورتها. وانا تحت امر حضراتكم لو حد عايز يسال على حاجه. اللي هي فندم في حاجات مصر قبلتها. ايوه احنا ما طبعا الحاجات المخالفة للتقاليد المصرية والديانة المصرية الاسلامية، اقصد مثلا زي الميراث، حقوق بالنسبة لحقوق المرأة، يطالبوا مثلا انه مساواة بين المرأة والرجل في الميراث، الغاء عقوبة الاعدام مثلا من بين الحاجات اللي ان احنا كنا نوافق عليها ما وافقناش لانها تتعارض مع الشريعة الاسلامية. انما طبعا بالنسبة للحاجات دي كلها هنرد نقول فيها ايه السبب ان احنا ما قبلناش
ونقول لهم مثلا بالنسبة لعقوبة الإعدام بنقول لهم إيه هي الإجراءات المتبعة في مصر قانونا عشان تدي حقوق كبيرة جدا للمتهم بعقوبة الإعدام، بحيث إنه ما تبقاش العقوبة بالسهولة، بحيث إنها يعني تنفذ على أي حد، وهكذا. يعني بالنسبة للحاجات اللي احنا رافضينها أو معلقين عليها إن احنا نقول بالنسبة لها يعني اعتراضات معينة.